تخيلوا هل ممكن انه تجيب 1000 جوهرة ب5 جواهر فقط؟ نكتشف الان. ليتس جو. اني جيت. السلام عليكم خاوتي واخواتي، واش راكم؟ امريك لو رجعت لكم بفيديو جديد، فكره جديده. مقطع اليوم مقطع اسطوري جدا، راح نحاول انه نجيب 1000 جوهرة من داخل لعبه فري فاير فقط. راح يجي في بالكم سؤال، صحراوي انت من وين راح تجيب هذه الجواهر؟ طبعا مجرد ما تدخل هذا السيرفر وتدخل المكان الصناديق، راح تنزل تحت وراح تلقى انه مسوي لهم صناديق يعني ثمنها قليل جدا، في احتماليه انك تحصل على 1000 جوهرة كامله، واحتمال انك تحصل على اكثر من 1000 جوهرة، بس احنا راح نحاول انه نجيب 1000 جوهرة بس. المهم يا اساطير، مثل ما انتم شايفين انا شحنت 1000 جوهرة، 1060 جوهرة كمان. راح احاول اني احرق كل هذه الجواهر على ذاك الحدث، ونحاول اني نجيب اكبر من 1000 جوهرة، يعني اكثر من 1000 جوهرة. ولا تنسوا تحطوا لايك، اشتركوا بالقناة، اهم شيء حطوا لايك، خلينا نوصل المقطع ل 15000 لايك باسرع وقت يا اساطير. خليكم مع المقطع، ليتس جو. اوكي اساطير، ما في داعي انه نلبس السماعة، لكن راح البسها حتى اسمع صوت تفتيح الباكجات. ليتس جو. اول شيء راح نسويه هو يعني المقطع ما راح يكون فيه اي تعب، راح يكون فيه تفتيح باكجات فقط، وراح نشوفوا حظنا كيف راح يكون. يا رب يا رب، حظ الصحراوي اريدك الان. فحسب ما تعرفوا حظي يجيني بهذه الحاضنات الخرا، ما يجيني بالجواهر. يا اخي هذا الموضوع جدي يا حظي، لازم تاتي بسرعه. لما ندخل لهون راح ندخل، راح تدخلوا المكان الصناديق، وراح تنزلوا تحت، راح تنزل تحت هيك، راح تلقى هذا الصندوق. طبعا يا اساطير هذا الصندوق سعره 10 جواهر، بس هم مسوين عليهم خصم، يعني في هذه المده مسوين خصم 50%، راح تحصل على الصندوق الواحد بسعر 5 جواهر فقط. طبعا لما شفت هذا الخصم جاءت فرصه الصحراوي حتى يعمل مقطع يوتيوب ويحرق كل شيء. كل هذه الصناديق مسوين عليها خصم 50%، لكن هذا هو الصندوق الذي يهمنا. الصندوق شو هي الاشياء اللي فيه؟ طبعا الاشياء اللي في الصندوق هي، راح نبدا من تحت، فيه 10 جولد، وفيه 20 جولد، وفيه 50 جولد، فيه 1 2 5 10 100 1000 جوهرة. يعني يا عزيزي، يعني والله شيء اسطوري صح. تخيل تفتح صندوق ب5 جواهر تحصل على الاقل 100 جوهرة، يا اخي لا نقولوا 1000 جوهرة، يا اخي نفترض 1000 جوهرة، انت حظك ليس اسطوري، راح تحصل على 100 جوهرة. راح نشوفوا الان، يعني راح يقول لك انه هذه الهدايا تحصل عليها بشكل عشوائي. راح نشوفوا لهون علامة الاستفهام شو عم بتقول. علامة الاستفهام قاعدة تقول انه معدل انزال العناصر الملحمية هو 32%، معدل انزال العناصر النادرة هو 68%. يعني مسوين نسبة قوية انه يطلع لك عناصر نادرة، والعناصر الملحمية اظن انه هذه هي العناصر الملحمية، هي البنفسجية، والزرقاء هي 68%، والعناصر هذه هي 32%. يا ربي يا اخي، ما تجينا 1 ولا 2 جوهرة وتجينا 1000 جوهرة، هذا اهم شيء. طبعا يا اساطير، اول شيء هو راح نفتح صندوق واحد هيك 5 جواهر، يعني كبداية، فهمتوني، كتجريب. اوكي 20 جولد. بدأ الحظ بالتدهور. أنا بعرف حظي أنه في البداية ما رح يعطيني أشياء أسطورية، وفي النهاية رح يعطيني أشياء أسطورية، أوكي، لأنه دائما حظي يفاجئوني في النهاية. رح نشتري الآن شباب، رح نشتري 10 صناديق، ظن ما 11 صندوق هي الماكس، أوكي، ما رح نفتحها هون، رح نروح للخزنة ونفتحها، أوكي، هيك رح نصير نعمل، أنه نظن أنه هذا هو أحسن طريقة. أوكي، بقيت عندي 1000 جوهرة بالضبط مثل ما أنتم شايفين فوق. أخي يلا فري فاير، بما أنه فوق عندي 1000 جوهرة بالضبط، أعطوني 1000 جوهرة بالضبط الآن. يلا كيف أفتح؟ ايوه اوكي، ارجوكي ارجوكي 10 جواهر بس. اوكي يلا، 5 جواهر مقابل 10 جواهر، انها صفقة مربحة. فري فاير 50 جولد يا وجه الجولد. راح الان فتحت واحد، الان راح افتح 2 صناديق. يلا يلا يلا، والله يا شباب بنحس انه ما راح يعطونا جواهر ابدا. اوكي راح افتح 3 صناديق، جتني جوهرة، صارت عندي 1001. 60 جوهرة، جبنا منها 1 جوهرة، بس احتمال انه تجيك يعني 100 جوهرة دفعة واحدة، يعني راح يصير حظ اسطوري. تحت 3، الان راح افتح هاد الخمسة مع بعض، ليتس جو. 1 2 3، يا رب. شباب حصلت 4 جواهر، شيء اسطوري، شيء لا مو اسطوري مقارنة بالجواهر اللي صرفناها. ايه فري فاير، فكرت انه هذاك صندوق واحد جبت فيه 4 جواهر، بس هذوك 5 صناديق، يعني 25 جوهرة جبت 4 جواهر. والله بظل انه هاد 1000 جوهرة لن تأتينا ابدا. اوكي ما في اشكال، الصحراوي سوف يحرقها جميعا. ليتس جو شباب، راح نشتري الان كمان، راح اشتري ماكس، فينا نضيف اكثر. فينا نضيف اكثر شباب، فينا نضيف اكثر من 10. راح اشتري 30 صندوق، يلا 150 جوهرة، ليتس جو. 30 صندوق ب 150 جوهرة، وراح نفتحها مرة ثانية في الخزنة مثل ما قلت لكم، وراح افتح في الحدث لانه الحظ هناك راح يكون سيء جدا. ليتس جو. يا رب يا رب، 100 و1000 100 و1000 100 و1000، واحدة فقط نريدها، مرة واحدة يا أخي نريدها، مرة واحدة الآن في هاد 7 صناديق. وجتني جوهرة،
اجتني 10 جواهر، تخيلوا اجتني 10 جواهر بخمس جواهر فقط، والله شيء اسطوري يعني. هذه لفه اسطوريه جدا. ليتس جو شباب، راح نفتح مره ثانيه سبع صناديق، نحس انه سبع صناديق فيهم الحظ. واجتني 2 جواهر بس ما اجتني يعني الالف جوهره ولا المئة. اوكي اجتني الجولد. فري فاير باليز 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 16 لفه، راح نلف منها خمسه جوهره. راحوا كنت بفكر راح تجيني واحده ثانيه. اوكي 11 لفه، راح نلف خمسه بعد سته. 1 2 3 ليتس جو. والله يا شباب شكله انه ما راح يجينا ولا شيء. ليتس جو مره ثانيه، راح نفتح هاد السته كلياتها مع بعض. جوهره جوهره. كم طلعت الجوهره لحد الان يا شباب؟ لحد الان يمكن طلعت 30 40 جوهره، تقريبا 200 جوهره صرف. بس احتمال انه تجيك لفه واحده، صندوق واحد به 1000 جوهره راح تعوض كل الصناديق اللي اشتريتها. فهمتني كيف؟ هذا هو الشيء الاسطوري فقط يعني اللي يخليك انك تلف. ليتس جو. راح اشتري 30 صندوق في المره اللي فاتت، الان راح اشتري 50 صندوق ب 255 جوهرة. كمان شباب راح نلفها مره ثانيه هون يعني في الخزنه. ليتس جو. 51 صندوق يا اخي. راح نفتح الان 10. ما فتحنا 10 ابدا صح. ليتس جو. 2 1 1 جوهره، يعني مسوين نسبة أسطورية. شوف مسوين نسبة أسطورية على العناصر الملحمية، يعني 32% تعتبر نسبة قوية كثير يا شباب. بس كليتها حاطينا هون بالاثنين والواحد جوهرة. بس أعطوني 10 جواهر، يعني مادام أعطوني 10 جواهر وما أعطوني 5 يعني في احتمال إنه يعطوني 100 أو 1000. تخيلوا يعطوني 1000 يا أخي، والله يجي البقطة أسطوري. ديسكو 8 جوهرة. أو شيت يا أخي، من الصبح شباب جبنا 1000 جولد، لحد الآن كانت عندي 4800. لو يطلع لي 200 يعني شيء اسطوري. يلا نفتح 8. 2 جواهر. والله يا شباب الجولد قاعد يطلع كثير. راح نفتح واحد، راح نفتح بالواحد. اوكي جوهره يا اخي، جوهره خرش، جوهره ثانيه ما اعمل ولا شيء بالجوهره. يعني تخيل 5 جواهر مقابل جوهره واحده، انها صفقه غير مربحه يا صديقي. ليتس جو. راح افتح الان 20 مع بعض جوهره. تخيلوا شباب، شوف يا اخي صف كامل من الجواهر. ليتس جو جوهرة. والله يا شباب لحد الان الحظ سيء جدا، لكن راح نبقى نعتمد على اللفه اللي راح تعطينا 1000 او 100 جوهره، يعني راح تغير لنا مسار الحظ كلياته. راح افتح الان ب 200 جوهره. اوكي شباب الان راح افتح ب 200 جوهره ونشوف حظنا كيف راح يكون. ليتس جو. اوكي 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 يا رب 1000 يا رب 1000. راح افتح بالوحده يلا. اوكي يلا ليتس جو ليتس جو ليتس جو. وجوهره 2 جواهر، يعني بدأ يتحسن الحظ. بس شباب لما تجيك جوهرة ولا 2 جواهر قاعدة تنقص من نسبة انك تحصل على ال 1000 جوهرة. فهمتوني كيف؟ يلا اعطونا جولد، نريد الجولد، وفي النهاية اعطونا 1000 جوهرة. ليتس جو. والله يا شباب الجولد قاعد يطلع كثير يا اخي. نريد 1000 نريد 1000 نريد 1000. شوف شباب اضغط هيك بسرعة 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 بسرعة. افتح على طول 20 جولد يا اخي. راح اضغط هيك شوي بشوي 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 بشوي. يلا 50 جولد. او تحسن. راح اضغط بشوي بشوي. ليتس جو. لا يا اخي لا، راح اضغط يعني متوسط 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 متوسط. ليتس جو. لا صار سيء. لا 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 شباب راح افتح مره ثانيه. يلا ليتس جو. والله يا صحراوي الارينا حظك الاسطوري جوهره. والله يا شباب الحظ سيء جدا يا اخي. والله فري فاير قاعده تنصب علي، راحت 10 دولار يا اخي في لمح البصر. والله هذا المقطع كيف تخسر 1000 جوهره، ليس كيف تربح 1000 جوهره. جوهره واحده مقابل لفات بقيمه 30 جوهره. والله ليش الظلم. والحين عملت ربع لفات اجتني 2 جوهر. اوكي راح اعمل ربعه ثانيه. ليتس جو. والله الحظ يا شباب فري فاير قاعده تمزح مع الصحراوي، وما تعرف انه قاعده تمزح مع اسطوره العالم. ليتس جو. 2 جواهر في النهايه. والله يا شباب لحد الان يمكن طلعنا من كل هذه الصناديق، يعني كل جواهر اللي طلعناها ظن حوالي 60 جوهره هيك، لانه طلعت لي 10. اوكي طلعت لي 10 جواهر يا اخي. شوفوا هذا الحظ يا اخي، تخيلوا يسوونا هيك يا اخي. احسن شيء انا انصح، احسن شيء انصح شركه فري فاير انه تعملوا يعني شيء راح يكون بمقدور الجميع، انه تعمل صناديق هذه يخلوا فيها نفس الجوائز. فهمتوني كيف؟ يخلوا فيها نفس الجوائز ويعملوا مثلا الجولد يعملوا بس 2 20 50، ويخلوا 1 2 3 جوهره ويعملوا اللفه ب 1000 جولد ولا
500 جولد، يعملوا لفه ب 500 جولد والله راح تكون شكلها اسطوري. هذا الشيء راح ينفع كثير ناس. والله يا شباب لو كنت داخل بالشراكه والله راح اقتنع عليهم هذا الشيء والله. يلا راح افتح، راح افتح الان 31 صندوق. والله كل جواهري راحت وما حصلت على 1000 جوهر. بس لو كنت افتح بالجولد يعني راح تكون يعني ما راح تخسر ولا شيء يعني، بالعكس راح تربح حبات جواهر يعني 50 60 جوهره. في ناس يعني 60 جوهره تشتري بها فاير باس من متجر التخفيضات عنده 90% عادي جدا. الاست جو 9 واجتني 211 جولد. والله حظي خرا. راح نبقى نعتمد على اخر لفه اللي قلت لكم عليها اللي تعطيني 1000 جوهر. وش راح نعتمد على اخر لفه يا اخي؟ اخر لفه متى راح تجيني؟ هل تتوقعوا يا شباب انه راح اجيب الالف جوهره؟ اي دونت نو. اذا جبتها اصلا اذا جبتها يعني انا اصلا لسه ما جبتها اصلا، قاعد افكر اني اجيبها. راح اجرب افتح هون شباب، راح اجرب اشتري مثلا بالاربعه خمسه وافتح. ليتس جو. واجتني جوهره. الان راح اشتري ثلاثه، اثنين جواهر. لا راح افتح هون احسن. اوكي راح افتح هون احسن. راح اشتري خمسه. والله راح افتح هون احسن. شوفوا اجتني اثنين جواهر واثنين جواهر الماس. واو بقيت لي 246 جوهره. يا ربي فري فاير بليز اعطيني الجواهر. وبدا يروح الحظ، بدا يروح الحظ. حظ ارجوك صرنا نعمل لك انقاذ باربع لفات. واجا الحظ، اجا اعطانا جوهره واحده، ما اجا ولا شيء. يلا اعطاني اثنين جواهر. حلو حلو. يلا يا اخي بدنا 100 جوهره على الاقل يا اخي. خلاص ما بدي استرجع ال1000 جوهره، ما بدي 1000 خا. نحن لا نريد 1000 جوهره، نريد 100 جوهره فحسب. نحن فنقنع باي شيء تعطينا اياه. اثنين جواهر جوهره يا اخي. بليز 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 يا فري فاير، يا فري فاير احسن لعبه فلان. يا اخي انت اسوأ لعبه فلان. فري فاير بليز 1000 جوهره شباب. والله فري فاير ما بدها تعطيني جواهر، ما بدي افتحهم يعني بسرعه كلياتهم لانه ما راح يكون نفس الحظ. فهمتوني كيف؟ كل ما تفتح هيك يعني بشكل مفترق راح تزيد من نسبة حظك. راح يعرف روبوت فري فاير انك انت قاعد تسوي كثير سبينات على هذا الصندوق. فهمتوني كيف؟ راح اصير افتح بالوحدة بس. يلا يلا راح اصير افتح بالوحدة بس. اوكي يلا يلا يلا. وجدني جوهرة، جوهرة الحمد لله انه 107 جوهر. لو كانت هذاك الرقم يا شباب مستحيل راح تجيني جوهرة. انا ادري جبت جوهرة يعني صارت 103. شوفوا راح اشتري الان بخمسة تصير 98. اوكي يلا لسه اخر 100 جوهرة، اخر 100 جوهرة، اخر 100 جوهرة، اخر 90 جوهرة. هل ممكن انه تجينا 1000 جوهرة؟ اخر 80 جوهرة. يا ربي تجينا 1000 جوهرة يا ربي، لانه راحت لي 1000 جوهرة الى حد الان تقريبا. يا اخي نريد 1000 جوهرة. اثنين جواهر يلا يا شباب. يلا ليتس جو. اخر 70 جوهرة. هل ممكن انه تجينا 1000 جوهرة؟ هل ممكن انه تجينا 1000 جوهرة؟ اخر 60 جوهرة. هل ممكن انه تجينا 1000 جوهرة؟ هل ممكن انه تجينا 1000 جوهرة؟ اخر 50 جوهرة. يلا 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 يلا. اخر 40 جوهرة. اخر 30 جوهرة. والله عملت خطأ كبير لما صورت هذا المقطع. والله يا شباب انه حظي خرا. لا شباب 25 25 جوهرة. يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. والله انه حظي سيء جدا 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 لدرجة انه سيء. بقيت لي اربع لفات. والله ما راح ازيد اشحن، والله ما راح ازيد اشحن. والله 15 جوهرة بقيت لي ثلاث لفات. جتني جوهرة. تخيلوا هل ممكن انه تجيب 1000 جوهرة بخمسة جواهر فقط؟ نكتشف الان. ليتس جو. جوهرة. يا ربي يا ربي يعطوني خمس جواهر حتى 1000 مرة ثانية. بس اريد ان استرجع لفتي، اريد ان استرجع هذه الخمسة فقط. اوكي ما بدي 1000، لا اريد 1000. لاي 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 لاي. يعني هذا المقطع كيف تحول الجواهر الى جولد، ليس كيف تحول الجولد الى جواهر. فهمتني؟ اوكي اساطير مثل ما شفتوا حاولنا في هذا المقطع انه نجيب صندوق ال1000 جوهره ونحطمه، وشحنت 1000 جوهره حتى نشوف انه 1000 جوهره اقدر اني اجيب 1000 جوهره ثانيه ولا لا، ولكن للاسف لم تزبط معنا. لهوكم قد وصلنا نهايه المقطع، اتمنى المقطع يكون اعجبكم. لا تنسوا تحطوا لايك واشتركوا بالقناه. يا اخي حطوا لايك على الاقل، احس انكم عودتوا لي ال1000 جوهره اللي راحت هباء منثورا. ونشوفكم بالمقطع القادم يا اساطير. اني رحت. We'll be right back.